أهم أسباب فشلنا بالكيتو دايت رح نتعرف عليهم سوا بهيدا الفيديو. السبب الأول لفشلنا بهيدا الدايت هي المعلومات الغلط، أو إنه قرينا شوي من هون شوي من هون وكوننا فكرة شخصية ومش ضروري تكون صحيحة عن هيدا الدايت. يعني منبلش فيه ومنتبعه بالطريقة يلي نحنا منعرفها بغض النظر إذا هي صحيحة أو لا. السبب الثاني لفشلنا بنظام الكيتو إنه نحنا ما منكون محضرين الميل بريبريشن، أو حتى شو لازم نشتري من السوبر ماركت، كيف لازم نحضرهم وندبهم بالبراد، كيف نحنا نكون جاهزين توقتا نكون جوعانين ما نضطر ناكل حيلا شيء من الموجود، لأنه التحضير شيء أساسي. الأغراض المسموحة بالكيتو لازم تكون على طول موجودة بالبيت، وقتا نكون نحنا جوعانين تكون هي أفيلبل لألنا. السبب الثالث هي إنه نكون بمجتمع أو أصحابنا أو العائلة اللي حوالينا غير مشجعة وما عم بيخلونا نحن نكفي بهيدا النظام، وبيصير كل واحد بده يعطي رأيه ايه هيدا صح، ايه ما لازم نعمل، لازم ناكل هيك، ما لازم ناكل هيك، بينقذوا من كمية الدهون يلي نحن عم ناكلها. بس مع الوقت وقت يشوفوا النتيجة على الشخص هني رح يتحمسوا، هني رح يكون عندهم الحشرية الكافية انهم يعرفوا عن جد كنتوا عم تاكلوا هيدا الاكل وعن جد ضعفتوا او عن جد تحسن مستويات فحوصات الدم. الاستمرارية وتكونوا مأكدين من اللي عم تعملوا هو اللي رح يخليكم تكملوا بالنظام ويعطيكم النتيجة يلي انتوا طالبينها. ما تنسوا تشتركوا بالشانل وتخبروني بدوركم انتوا تجربتكم مع الكيتو، وتقولوني شو كان الحاجز انكم ما تكملوا او شو كان الدافع انكم كملتوا للاخر. السبب الرابع للفشل بالكيتو دايت هن وجباتنا القليلة. بنصير بدنا نقفي وجبات كتير، بدنا نعمل سبور كتير، نشد على حالنا ونحط ستريس على جسمنا، كمان ناخد وجبات سعراتهم الحرارية أقل. هيدا الشي رح يؤدي إنه نفشل بالكيتو أسرع وقت ممكن. خامس نقطة ولقلي هي نقطة كتير مهمة وقت بدنا ندخل بالكيتو أو ندخل عن جديد بالكيتو، هي الأملاح. ما لازم نقفيهم أبداً، لأن جسمنا بالكيتو بيخسر الأملاح وقت منوقف نشويات، وبالتالي نحنا إذا ما عودناهن رح نحس بتعب كتير شديد، أعراض مزعجة، وجع بالرأس، إمساك. ومع الأملاح كتير ضروري ناخد الأوراق الخضراء، هني ما رح ناخدهم لأنهم فايبر وبيعبوا البطن وبيحسسونا بالشبع. لا، الأوراق الخضراء كتير مهمين لأنهم كلهم فيتامينز وكلهم مينرالز يلي نحنا الجسم بحاجة لأنهم بالكيتو. لهيك ضروري ناخد من 6 لـ10 أكواب أوراق خضراء مثل السبانخ، الروكا، الهندبي، وكل هول الأوراق اللونهم غامق، هود كتير صحيين وضروريين بالكيتو كل يوم نتناولهم. سادس نقطة وهي كمان بعتبرها نقطة مهمة هو التوقع. نحن وقتا منتوقع شيء أكتر ما هو بالحقيقة بيصير، هيدا الشيء رح يسبب لي خيبة أمل ورح أقول إنه الدايت تبعولي اللي أنا متبعته منه ناجح. الكيتو كرمال نظبط حساسية الأنسولين قبل ما نتوقع إنه نخسر الوزن، بعدين الوزن بينزل لحاله. خسارة الوزن تعتمد على كمية الدهون يلي بجسم كل حدا، بس تنقول بالإجمال الوزن الطبيعي إنه نخسره بكل جمعة هو بين 0.5 كيلو و700 جرام. سادس شغلة هي تناول الحلويات بطريقة يومية. هيدا الشيء رح ياخد من كمية الغذاء يعني نحنا لازم ناخدها من الأكل الطبيعي من البروتين والفات، ونركز إنه نحنا بحاجة لهيدا السكر كل يوم، ودماغنا بيرسل إشارات للجسم على إنه سكر عادي والأنسولين رح يعلى. سو تناول الحلويات بطريقة يومية غير محبز بالكيتو دايت. إذا طلع بالنا حلو فينا ناخد مرة لمرتين بالجمعة.